أهتدي صحبتي به إذا حال من دون النجوم سحاب. أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. الإنسان سر غامض، يجب اكتشاف هذا السر. إذا قضيت عمرك كله لتحقيق ذلك، لا تقل أبدا إنني قد أضعت وقتي هدرا. وهذا ما أفعله أنا بنفسي كي يكون باستطاعتي أن أكتشف إنسانيتي. دوستويفسكي. الكتب بالنسبة لي شخصيا ليست هواية ولا جمع تحف أو أشياء أثرية، ولكن أنا بعتبر أنه في هذا القول المتنبي بيتين الشعر وقول دوستويفسكي وقول سقراط لا يعنيني أن الناس لا يعرفوني، ولكن ما أعاني منه هو أنني لا أعرف الناس. يعني بما معناه أنه الكتب نحن بنحاول من خلالها أن نكتشف أنفسنا ونكتشف إنسانيتنا، ونحاول قدر الإمكان أن نطرح هذا الشيء في أعمالنا الفنية. هذا رجل مولود في المهجر بحسب شهادة ميلاده على الأقل، التي تقول إنه في عام 46 من القرن العشرين، وفي بيت متواضع على أطراف الإسكندرية المصرية، حدث أن بائعا سودانيا فقيرا على كتفيه كومة من العيال، قد أضيف إلى حمله الثقيل طفل وليد أسماه حسن. ولكن ما أبعد الحقيقة عن وثائق أهل الدواوين والمكاتب، فالطفل الذي صار بعد 30 سنة من مولده حاملا إحدى أرفع الدرجات العلمية في فن السينما، ينتمي إلى أهل النوبة الذين يقومون منذ 5000 سنة بدور حلقة الوصل بين شمال وادي النيل وجنوبه، حتى أغرقت أرضهم الخزانات والسدود، ولأنهم يعتبرون النيل وطنا صعد بعضهم معه شمالا ونزل بعضهم عكس تياره جنوبا. حتى جاء الموظف وسأل: انت منين يا عم خوجة؟ فرد الرجل الأسمر البشوش الذي استقر بعياله في الإسكندرية منذ سنين: أنا من حلفة. فقال الموظف بحسم وهو يكتب في الأوراق الرسمية: يعني سوداني. وقضي الأمر، وصارت الأسرة النوبية وفيها الصغير حسن تعيش في مهجر اسمه مصر. أنا جدا سعيد أنه خلال الحقبة هذه الحياتية، أنا ما أعتبرش أن أنا نفسي يعني خلاص عجوز كاهل، ولكن اللي هي فترة النضج والشباب والفترة الحالية، استطعت أن أتعرف الحقيقة على ناس كثير جدا، يعني سواء كان في كل المجالات حقيقة يعني، وتربطني بهم صداقات عميقة جدا على مختلف المجالات الحياتية، سواء كانوا فنانين، سواء كانوا سينمائيين، سواء كانوا علماء، سواء كانوا سياسيين كبار. وأغلب الكتب الموجودة هنا، يعني ما أقول كلها، ولكن معظم الكتب الموجودة في مكتبتي بإهداء شخصي من مؤلفيها، وهذا الحقيقة بيشكل عندي نوع من السعادة. يعني أنا مثلا بعتبر أنه مثلا أي شخص تعرفت عليه وهو فنان أو أديب أو عالم أو كاتب أو مخرج، سيبقى في مكتبتي، وهو أيضا اعتزاز لي شخصيا بمعرفتي بهذا الشخص، واعتزاز للأجيال اللي رح تيجي من بعدي. يعني حيجي ابني أو حيجي أحفادي، عليهم أن يقدروا هذا الشيء ويغنوه ويثمنوه ويقرؤوه ويستفيدوا منه. هذا هو الهدف الأساسي. كنت دائما أحاول في المدرسة أشارك في المسرح المدرسي والغناء والموسيقى وكذا، ولكن الوالد الله يرحمه كان دائما ينظر إلى هذه الأشياء بعين الريبة دائما،
ليه؟ لأن هو كان يعتبر من وجهة نظره أنه القضايا الفنية والقضايا الإبداعية هذه ملهاش مستقبل وغير مجدية. هو كان بوجهة نظره أنه الشيء المفيد يا مهندس يا دكتور يا محامي يا محاسب أو حاجة ليها علاقة بالمهن المحددة المعروفة أو اللي كانت رائجة في ذلك الوقت. في 56 صار في استفتاء في مصر لكل السودانيين اللي عايشين في مصر إذا رغبوا البقاء كمصريين أو كانوا عاوزين ياخدوا جنسية سودانية. فالوالد الله يرحمه طبعا فضل أن هو ياخد جنسيته الأصلية السودانية بما أنه نحن من حلفة الجزء اللي وقع في الجانب السوداني. فأخذنا 56 الوالد أخذ الجنسية السودانية فنحن أصبحنا أوتوماتيكيا سودانيين عايشين بمصر. فلما انفتح معهد السينما بالستين أي أجنبي كان عاوز يلتحق كان لازم يرسل من دولته. فأنا وجدت صعوبة جدا عند نهاية الدراسة السنوية كان يجب أن أحصل على منحة من حكومة السودان لدراسة السينما في مصر. هذا تقريبا كان شبه مستحيلة في ذلك الوقت. للنيل حيلة ماكرة للتغلب على الصخور الكبيرة الخشنة التي قد تعترض مساره الطويل. إن عجز عن تفتيتها يلتف حولها ليحولها إلى جزر معزولة ثم يواصل تدفقه الهادر نحو هدفه. وابن النيل حسن خوجة يعي هذا الدرس جيدا. فما جدوى مناطحة البيروقراطية المصرية التي تعتبره سودانيا ولا يحق له الالتحاق بمعهد السينما المصري إلا مبعوثا من بلده؟ سافر الشاب إلى السودان فوجد بيروقراطيي الجنوب كأندادهم في الشمال. لم ينسى حسن لحظة ولعه بالفن فشارك مع فرق هواة المسرح وقدم فقرات كثيرة في مرحلة البدايات لتلفزيون السودان. ثم كانت المفارقة المضحكة. الشاب الطامح لأن ترسله بلده لدراسة السينما في مصر أرسل في بعثة إلى إيطاليا لدراسة صنعة الكهرباء. واصل حسن بإصرار كالنيل السعي نحو هدفه حتى استجاب له الاتحاد السوفيتي لا مصر ولا السودان وقدم له منحة دراسية لدراسة فن الإخراج السينمائي في أحد أهم معاهد هذا الفن في العالم لفجيك. الاتحاد السوفيتي أنا وصلت عام 68 وجئت طبعا من السودان مخصوص لدراسة السينما. حصلت على منحة للدراسة من حكومة السودان إلى الاتحاد السوفيتي. درست اللغة سنة كاملة كما هو النظام بالنسبة للطلبة الأجانب في الاتحاد السوفيتي. ولكن الالتحاق بمعهد السينما من الضروري كلية الإخراج الروائي يجب أن تلتقي مع الأستاذ اللي بيختار في العام اللي أنت بتلتحق به وتقديم امتحان كامل للأستاذ وهو اللي بيقرر أنت صالح للدراسة في كلية الإخراج الروائي أم لا. بالفعل قدمت الامتحان والحمد لله اكتشفت بنجاح والتحقت بسنة أولى كلية الإخراج اللي هي كانت سنة عام 69. احنا لما دخلنا التحق معهد يعني اسمه بيكفي يعني تقريبا كان اقوى معهد عالمي في ذلك الوقت. يعني حتى الان ما طلعش معهد في العالم يضاهي الفجيك بالقوة بتاعته بالإمكانيات اللي كانت تعطيها الدولة السوفيتية في ذلك الوقت. يعني الطالب اللي بيلتحق بكلية الإخراج بيصور 3 أفلام على مستوى عالي محترف. المشروع التخرج بيكون تقريبا فيلم روائي طويل ما كان في العالم تقريبا كله لا بفرنسا ولا ببريطانيا ولا حتى بأمريكا.
يعني كل مشاريع طلابية على مستوى أكاديمي تعليمي بسيط، يعني مثلا بيصور الطالب مثلا بالإيديك بفرنسا أو ببريتش فيلم انستيتوت في بريطانيا أو حتى بلوس أنجلوس المدارس الإخراجية، كلها مشاريع يعني محدودة الإمكانيات. لكن الفجيك بالذات كان بيعطي الأجانب التحصيل الأكاديمي المواد النظرية، كل المواد اللي بتخص علم السينما والأدب والموسيقى والفن التشكيلي اللي بندرسها دراسة معمقة. عندنا 3 سنوات بنشتغل تمثيل على المسرح، كلية الإخراج بيشتغلوا 3 سنوات مع الممثلين، بيخرجوا مسرحية على المسرح لتدريب المخرج للعمل مع الممثلين. بينتقل عمله من التمثيل على الخشبة المسرح، بينتقل إلى البلاتو وبيصور فيلم كامل اللي هو الأول 20 دقيقة، وبعدين الفيلم الثاني نص ساعة، بعدين مشروع التخرج بيتراوح من 40 إلى 50 إلى مرات ساعة ونص على حسب إمكانيات المخرج وموضوعه اللي بتناوله. معهد بيمنح درجة ماجستير، احنا بندرس 6 سنوات، ما بناخد بكالوريوس، بناخد ماجستير، درجة ماجستير يعني بيعطوك ماستر اوف ارت. فاذا خلصت المعهد يعني خلصت الدراسة بدرجة امتياز مع مرتبة شرف، بيكون عندك الحق انك تقدم بحث لأطروح الدكتوراه. فقدمت بحث الدكتوراه المشاكل او المشاكل الابداعية والمدارس الاخراجية في سينما دول العالم الثالث. فكان الحقيقة موضوع جدا مهم، يعني حتى مهم بالنسبة لي الجانب الأكاديمي والنظري اللي كان مفقود في المكاتب السينمائية العالمية، لأنه ما كان في حدا قبل يتناول هذا الموضوع. وبالفعل دفعت سنة 77، وبال 77 عندما تخرجت جاءتني أكثر من عرض من أمريكا. من 77 جاني عرض للتدريس في سان فرانسيسكو ستيت يونيفرسيتي وجامعة بيركلي وغيرها وغيرها وغيرها، على أساس أنه أنا لو عاوز أشتغل تدريس أكاديمي أهلا وسهلا قدم وتفضل أهلا وسهلا. يعني هذا دليل على أساس أنه شهادة المعهد والدراسة بتاعت المعهد كان معترف بها عالميا واحترم، يعني محترم حتى على المستوى العالمي. إلي أنا شخصيا أخذت قرار بيني وبين نفسي أن أنا أكون دائما مخرج حر، يعني حطيت نصب عيني أنه أنا ما أتوظف في أي مكان. العملية تكون مخرج حر في وقتنا الحالي أو في الفترة اللي احنا بنعيش فيها، يعني أنت تبحث بنفسك عن تمويل أفلامك وتكتب لنفسك السيناريو وتدور على محل يعني فرص عمل، هذه قضية قاتلة يعني شبه مستحيلة يعني في عالمنا العربي بالذات والعالم الثالث بشكل عام. ولكن برغم ذلك يعني أنا أستطيع أقول أنه أنا يعني استطعت خلال 25 سنة المنصرمة من حياتي، استطعت بشق الأنفس أنه أنجز عشرات الأعمال بالأسلوب اللي يتماشى أو تماشى معي. بأي معنى؟ يعني كمخرج مستقل وحر تماما. يعني أفلام حسن خوجة تتحدث عنه أدق من حديثه عن نفسه، أولها فيلمه القصير إن لم تكن أنت، الذي يرصد لحظة تحول في حياة طبيب إفريقي بارع يتم تعليمه في أوروبا ويقاوم الإغراءات بالبقاء في الشمال المتقدم ويقرر العودة لإفريقيا المريضة التي تحتاجه، وثانيها فيلمه الطويل المطهر الذي يدين فيه المجتمع الأوروبي لأنه يتنكر لمهاجر أفريقي عجوز أفنى حياته
حياته في خدمة السادة البيض، ولا يجد حتى في ساعات احتضاره من يمد له يدا. في العراق شاهدنا بعينيه المتنبي يمس بقصائده الوجدان الإنساني، وعدنا معه قراءة أعظم ملامح بلاد الرافدين جلجامش التي تطرح سؤال الموت والحياة وجدوى الخلود. وفي فلسطين قدم عبقرية الصمود في وجه وحشية المستعمر، وكان من مشاريعه التي كرس لها سنوات من عمره فيلم من إنتاج روسي إماراتي عن رحلات المؤرخ اليوناني هيرودوت في جزيرة العرب قبل 3000 في عام. آخر فيلم تقريبا مهم عمل قبل زوال الاتحاد السوفيتي، انهيار الاتحاد السوفيتي يوليو 91، كان رمال وأهوال. الفيلم بتاع رمال الحقيقة مهم جدا. ليه؟ لأنه تقريبا كان آخر زي ما تقول آخر يعني ختام ومسك حقيقة. يعني ليه؟ لأنه الفيلم ضخم جدا بإمكانياته، بتشعر انه في فعلا دولة عظمى بتعمل فيلم من هذا النوع. الموضوع مهم جدا عن المعتقلات الفاشية في اوروبا، والنقطة الاهم انه العالم كله بيعرف انه المعتقلات الفاشية بدت في اوروبا في الحرب العالمية الثانية، ولكن الحقيقة غير ذلك. المعتقلات الفاشية بدت في عالمنا العربي قبل ما تعرفها أوروبا، لأنه الحزب الفاشي إجا لإيطاليا في عام 22 بقيادة موسوليني. ليبيا احتلت من قبل الإيطاليين في 1911. من 1911 حتى 31، عام 31 1931 ليبيا كلها كانت عبارة عن معسكرات اعتقال. يعني الفاشية الإيطالية، يعني الاستعمار الإيطالي قتل لا يقل عن 1,000,000 إنسان عربي، وأغلبهم ماتوا في معسكرات اعتقال، وهذه موجودة بالفيلم. فنحن طلعنا بهذا الفيلم حقيقة قوية جدا للعالم، أنه الإنسان العربي عرف الاضطهاد والظلم النازي والفاشي قبل ما تعرف أوروبا. وفيلم الرمال الحقيقة يعني أيضا أخذ رواج عالم جدا كبير، وحصل على جوائز عالمية كثيرة جدا في مختلف مهرجانات الدول الكبرى. يعلم النيل أبناءه الصبر والدأب، وابن النيل حسن خوجة مثال حي. انظروا كيف يعد النبي لفيلمه القادم عن المكتشف الآثري الألماني العظيم هنري شليمان. يقرأ عنه ويزور مواقع حياته وكشوفاته، ويكتب ملاحظاته طوال 7 سنوات أو أكثر، ويتحدث عنه بحماس بالغ، وكأن شليمان ابن القرن 19 هو صديقه الحميم. ولكن العلاقة بين الرجلين خوجة وشليمان تتجاوز فعلا علاقة مخرج سينمائي بموضوع فيلمه الجديد، فمسيرتا حياتيهما تتشابهان إلى حد لافت للانتباه. فالألماني عاش طفولة فقيرة وشاقة، ومر برحلة شتات طويلة وعسيرة، وتقلبت به الموانئ والأرصفة حتى حقق نجاحا فريدا في مهجره روسيا، تماما كمبدعنا السوداني. وشليمان ظل وفيا طوال حياته لحلم رآه في طفولته، بأنه سيكتشف أطلال مدينة طروادة التي دارت حولها ملحمة الإلياذة. وخوجة أمضى حياته وفيا لفنه ولانتمائه الصريح للفقراء والمستضعفين في الأرض. المهم هنا في الأمر الآن، هذا الطفل خلال هذا الحلم الطفولي خلد اسمه في التاريخ إلى جانب اسم هوميروس واسم طروادة واسم الأوديسة. هذا العمل اللي نوهب له 7 سنوات أو 10 سنوات من حياتنا، وهذا تستحق أن توهب لمشروع أو لعمل من هذا النوع. يجب أن تراه الأجيال الحالية، وليست الأجيال الحالية ولكن الأجيال القادمة فقط، لتتعلم كيف تحمي الثقافة وترعاها وتنادي بها وتكون بالنسبة لها رمز وهدف سامي دائما تنادي به. Thank you.
сокрутые берега, где поля мои поля, где леса мои леса. طبعا هو الزواج المشترك الحقيقه من اجنبيه او يعني مش شرط من روسيه يعني من اجنبيه بشكل عام يعني عنده مزايا كبيره جدا. الطرفين لو ما ضحوا يعني تقريبا تكون الحياه شبه مستحيله. فانا بعتبر انه يعني الوجود في الغربه والزواج بالذات من اجنبيه هو كله تضحيه ومعاناه. يعني ما شرط ان الواحد كمان يضخم الامور ويقول انه كلها ماساه او كلها دراما او كلها تراجيديا، لا، في شغلات كثيره جيده. يعني ان انت بتعيش في بلد اجنبي وبتتعرف على ناس جدد وبتتعرف بتتعلم لغه جديده، ولكن انت بتنفصل عن الجذور. يعني انفصال عن الجذور هو صعوبة بحد ذاته. يعني أنت لما بتكون عايش في بلدك كل شيء معروف لك وكل شيء قريب لك، لكن لما بتكون متزوج في من أجنبية وعايش في بلد أجنبي أنت بتضحي بالجانب الاجتماعي وبتضحي بالجانب الجذور هذه اللي احنا حكينا عليها. ليه؟ لأنه يعني الأطفال ويعني الأطفال أوتوماتيكلي أو بشكل منطقي بيكونوا تابعين للبلد الأصلي اللي هم عايشين فيه. جريوت مايا كراسا اختلاف صغير في تاريخ الدكتور خوجة، وكان من الممكن أن نسمع ابنه سامر يغني قصيدة صوفية في حب النبي في صحن مكشوف للشمس السودانية الوهاجة لدار مسقوفة بجريد النخل في حلفة، بدلا من أن نسمعه يغني بالروسية كلاما لا نفهمه. قد يعتبر ابن النوبة والإسكندرية انتماء ابنيه الكامل تقريبا للثقافة الروسية ضريبة ثقيلة كان عليه أن يدفعها ثمنا لاندماجه الناجح في مجتمع مهجره. ولكن حسن الذي يعي جيدا ما يزال الدروس العميقة التي يعلمها النيل لأبنائه يمارس دهاء المراهنة على المستقبل على حفيد آت للبحث عن جذوره في مكتبة جده المكدسة بالكتب العربية ليتعلم منها العزف على العود مع الجيتار وغناء أشعار المتنبي وابن الفارض مع أشعار بوشكين وليرمنتوف. فأنه أنت عشان تعتنق مبدأ مخرج حر ولظروف حياتية جدا صعبة انعدام سينما وطنية في بلدك، فمضطر أن تهاجر من مكان لمكان وتتنقل من مكان لمكان عشان تبحث عن فرصة عمل. يعني فرصة العمل ما في إنسان بيجي يهديك فرصة أو يعرض عليك. كل شيء أنت بتعمله بشق الأنفس وبنضال نضال مرير، يعني أنك أنت تقنع الممولين بفكرة الفيلم بتاعك وتحصل منهم على الدعم اللازم للتمويل المالي وتجد تفهم للمواضيع اللي أنت بتطرحها سواء كانت سياسية سواء كانت اجتماعية سواء كانت فنية. يعني في جملة مشاكل بتواجه المخرج الحر. على مدى 35 أو 34 سنة المنصرمة هذه الصعوبات اللي أنا بواجهها وما زلت حتى الآن. يعني انتقلت من الاتحاد السوفيتي إلى العراق إلى لبنان إلى ليبيا إلى إيطاليا إلى بريطانيا إلى هولندا إلى الاتحاد السوفيتي أو روسيا مرة أخرى. يعني على مدى 30 سنة المنصرمة شوف التنقل من بلد لآخر. لو أنا اليوم أشعر أنه في حركة ومسيرة فنية في السودان تستطيع أن تحقق من خلالها رغباتك وطموحك ومهنتك اللي انت بتمارسها كمخرج وككاتب سيناريو، ما عندي مانع الآن اليوم
أرجع للسودان. ولكن للأسف هاي الطموح وهاي الأحلام ما زالت كلها أمنيات، يعني أمنيات بنتمنى أنها تحقق، حتى لو إحنا ما تحقق لينا نحن تتحقق للأجيال اللي هتيجي بعدنا وتشتغل في نفس المجال اللي إحنا بنشتغل فيه.